اليوم ولله الحمد حنا جد سعداء وفرحانين بزاف، لانه كمواطن مغربي كنفرحوا لان مواطن مغاربه تشفاو داخل هذا المشفى، وكمسؤولين على قطاع الصحه في الجهه فاحنا الحمد لله راضين على العمل اللي كيتقام في هذه الجهه وكذلك في داخل المستشفيات. فهذا مستشفى ابن الخطيب انه كاين ضافي المستشفيات لحقات واحد النجاح كبير في التطبيب وعلاج هذا النوع من المرضى. اليوم الحمد لله جوج وليدات صغار كيغادروا المستشفى، هم في حاله جيده بعد التعافي ديالهم، فالفضل كله كيرجع اولا صاحب جلاله محمد السادس نصره الله اللي كانت البادره الاولى ديالو على السهر على هذه المحاربه هذا الوباء، كذلك القطاعات الحكوميه كلها، وزاره الصحه متجنده بالاضافه الى جميع المتدخلين، وزاره الداخليه، القوات المسلحه الملكيه، الدرك الملكي، الامن، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، جميع المتدخلين، بلا ما ننساو انه التكافل ديال المغاربه جميعا انه اللي كان واحد الحافز كبير للمغاربه بيناتنا، كذلك انه وسائل الاعلام اللي كتدعم دائما هذه المبادرات والقطاع ديال الصحه كيحظى اليوم بواحد الدعم كبير. فلله الحمد ما يمكننا الا نفتخر بهذا العمل اللي كنقوموا به. كنشجعوا جميع الفرق الصحيه، الاطباء، ممرضين، اداريين تقنيين، جميع الاعوان اللي كيشتغلوا. الظروف انه في الحقيقه كطلب منهم جهد كبير، ولكن كل شيء نسى انه نسى العائلات ديالو، نسى المشاكل اللي عنده، وتجند اليوم باش يقدم واحد الخدمه في المستوى الكبير لهذ المواطنين اللي محتاجه ليهم. فبلادنا اليوم محتاجه لنا كاملين، فاحنا متجندين كي كتشوفوا اليوم واحد الفرحه كبيره. النتيجه هي اللي كتعطينا واحد الحماس اكبر، واحد الحافز اكبر نزيدوا للامام. فكل شيء فرحان، كل شيء متجند، ما ان شاء الله الخير هو اللي قدام، وانا عندي واحد اليقين كبير بالله ان شاء الله الانتصار قريب ان شاء الله، وغادي نخرجوا من هذه الورطه. كنزيد نطلب من المغاربه جميعا انه باش يزيدوا يلتزموا، لانه الالتزام ديالهم ضروري، الاحتياط ضروري، يجلسوا في البيوت ديالهم، يحترموا النصائح اللي كتعطيهم وزاره الصحه والتعليمات ديال السلطات العموميه. ف يعني احنا محتاجين للدعم بيناتنا كاملين، نصبروا واحد شويه والفرج قريب ان شاء الله. فاطمة زهراء امل، مساعده في العلاج بمستشفى ابن الخطيب. احنا فرحانين وفخورين لان هذا النهار تم الشفاء ديال ثالث حاله، ثاني وثالث حاله في هذا المستشفى. كنتمنوا الشفاء العاجل لباقي الحالات، وكنتمنى من الشعب المغربي انه يلتزم البيوت نتاعهم ويعاونونا ما يخرجوش، وان شاء الله غنقدروا نتغلبوا على هذا الشيء، ولكن بالمعاونه الا تعاونوا معنا الشعب المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.